بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في محاضرتنا 13، واللي راح نستكمل فيها محاضرتنا السابقة اللي كانت عن علاقات التكلفة والحجم والربح، أو تحليل اللي أطلقنا عليه تحليل التعادل. اليوم المحاضرة هذه راح تتكون من أولا الأمور التي تتبع استخدام تحليل التعادل في تخطيط الأرباح، واستخدام تحليل التعادل في عمليات الرقابة، ومبيعات التعادل في حالة تعدد المنتجات. استخدام تحليل التعادل في تخطيط الأرباح وهو تابع للموضوع السابق، ولكن بمصطلح جديد وهو تحديد هامش الأمان، المارجن أوف سيفتي، هامش الأمان. المقياس هذا يستخدم علشان نتعرف من خلاله على مقدار هامش الأمان المتوقع في ظل خطة المبيعات التقديرية المعدة عن فترة قادمة، أو في ظل مبيعات طبعا فعلية، يعني إما مبيعات تقديرية أو مبيعات فعلية. فكلما زادت المبيعات التقديرية المتوقعة أو المبيعات الفعلية عن مبيعات التعادل، كلما زادت نسبة هامش الأمان. بمعنى أن هامش الأمان هذا هو الهامش الذي تزداد فيه المبيعات عن التعادل. يعني لو كنا على سبيل المثال قيمة مبيعات التعادل لو كانت عند 1,000,000 ريال، أي مبلغ يباع بعد 1,000,000 ريال يمثل لي هامش أمان. الهامش هذا يزداد وينخفض، كلما ازداد طبعا كان هذا أفضل للمنشأة. ليش؟ لأنها بأمان عن وصولها إلى مرحلة التعادل التي تسبق مرحلة الخسائر. لذلك زيادة نسبة الأمان تعني زيادة الأرباح التي سوف تحققها المنشأة إذا تم تنفيذ الخطة الموضوعة أو تحققت المبيعات الفعلية. إذن على المنشآت أن تحدد نسب أو حجم المبيعات الخاصة بالتعادل، وبالتالي بعدها تحدد نسبة أو هامش الأمان المراد تحقيقه. إذن التعادل مهم جدا في العملية اللي احنا بناخذها الآن، يعني العمليتين مرتبطتين مع بعض. شلون نحدد نسبة هامش الأمان؟ نحددها باستخدام المعادلة التالية، ومثل ما قلت في المحاضرة الماضية الموضوع اللي احنا نتكلم عنه فيه كثير من المعادلات، لكن تركيبة المعادلات اللي احنا أخذناها في الغالب تتكون من التكلفة الثابتة و سعر البيع والتكلفة المتغيرة للوحدة. اليوم نسبة هامش الأمان شو تساوي؟ هامش الأمان أو نسبة هامش الأمان تساوي كمية أو قيمة المبيعات المتوقعة أو الفعلية، يعني يا متوقع يا فعلي، ناقص كمية أو قيمة مبيعات التعادل. كمية احنا قلنا وش هي؟ عبارة عن حجم التعادل اللي هي بالوحدات، أما القيمة بالريالات، نأكد عليها. إذا كمية أو قيمة المبيعات المتوقعة والفعلية ناقص كمية قيمة مبيعات التعادل تقسيم أو على كمية أو قيمة المبيعات المتوقعة أو الفعلية. بمعنى لاحظ معي كمية أو قيمة المبيعات المتوقعة والفعلية موجودة وين؟ موجودة في البسط وموجودة في المقام. اللي بيروح عندي كمية أو قيمة مبيعات التعادل. إذن لابد من إيجاد كمية أو قيمات أو قيمة مبيعات التعادل حتى تطرح من قيمة المبيعات المتوقعة. قيمة المبيعات المتوقعة أو الفعلية هذه راح تعطى لك. أنت مطالب الآن أنك تحدد كمية أو قيمة مبيعات التعادل علشان نصل إلى نسبة هامش الأمان. على الهامش، ما دمنا نتكلم عن هامش الأمان،
نسبة هامش الأمان هذه هي معادلتها. لو قلت لك ما هو هامش الأمان، ما هو هامش الأمان وليس نسبة هامش الأمان، هامش الأمان هو عبارة عن كمية وقيمة المبيعات المتوقعة والفعلية ناقص كمية وقيمة مبيعات التعادل، ونوقف ونوقف. طيب نستكمل. يلاحظ أن نسبة هامش الأمان تعبر عن مقدار نسبة الانخفاض في المبيعات المقدرة أو الفعلية قبل الوصول إلى نقطة التعادل. يعني الهامش هذا هو عبارة عن النسبة حتى نصل إلى مبيعات التعادل اللي بعدها ما راح يكون فيه أمان. يعني تحت نقطة التعادل لا تعتبر هذه النقطة نقطة أمان وإنما نقطة خسائر. خلونا نأخذ مثال على الكلام اللي احنا أخذناه. معطيني بيانات مستخرجة من موازنة تقديرية لمبيعات منشأة الناصر لعام 31 هجرية. حطاني المبيعات المقدرة، فيه عندي بديلين. البديل الأول هذا المبيعات المقدرة 20,000 وحدة أو 400,000 ريال. 20,000 وحدة اللي هو حجم مبيعات مقدرة، 400,000 ريال قيمة مبيعات مقدرة. البديل الثاني 21,000 وحدة أو 420,000 ريال. سعر البيع التقديري للوحدة 20 ريال. ولاحظ أن سعر البيع لو ضربناه في حجم المبيعات، يعني بالنسبة للبديل الأول 20 ضرب 20,000 بيعطيني 400,000، لأن القيمة تساوي الحجم، حجم المبيعات بالوحدات ضرب سعر البيع. ونفس الشيء بالنسبة للبديل الثاني. التكلفة المتغيرة للوحدة 16 ريال. التكاليف الثابتة التقديرية عن السنة 60,000 ريال. مطلوب تحديد حجم وقيمة مبيعات التعادل، يعني يبيه التعادل بالوحدات وبالقيمة، هي نفس المطلوبات السابقة. 2 تحديد نسبة هامش الأمان لعام 31 لكل بديل من البديلين اللي احنا أخذناهم. 3 حدد أي يم من البديلين يحقق وضعا أفضل للمنشأة من حيث درجة المخاطرة. أبا أذكركم أن عندنا مفهوم مهم جدا جدا في تحليل التعادل كله، سواء اللي أخذناه اليوم أو اللي أخذناه في المحاضرة السابقة، أن عائد المساهمة للوحدة يساوي سعر البيع ناقص التكلفة المتغيرة للوحدة. ونسبة عائد المساهمة شو يساوي؟ يساوي عائد المساهمة اللي احنا طلعناه تقسيم سعر البيع، هذا على الهامش، لأنه بيفيدنا في كثير من معادلاتنا اللي احنا أخذناهم. أول شيء طالب مني حجم وقيمة التعادل لكل بديل من البديلين، فخلونا نشوف أولا قيمة مبيعات التعادل. طبعا التعادل هذا لكل البدائل، ما عندي تعادل إلا واحد. نسبة هامش الأمانة اللي بنجيبها للبديلين. حجم وقيمة مبيعات التعادل مثل ما أخذنا في المحاضرة الماضية هي عبارة عن التكلفة الثابتة تقسيم عائد المساهمة. عائد المساهمة اللي هو سعر البيع 20 ناقص التكلفة المتغيرة للوحدة. حاصل قسمة 60,000 تقسيم 4، طبعا في حالتنا 15,000 وحدة. بمعنى إذا بعنا 15,000 وحدة فإننا نحقق تعادل، لا ربح ولا خسارة. قيمة مبيعات التعادل هو عبارة عن التكلفة الثابتة اللي هي طبعا عندنا هنا 60,000 وليس 100,000 تقسيم نسبة عائد المساهمة. نسبة عائد المساهمة فيفترض 60,000 تقسيم 4 تقسيم 20، هذه هي نسبة هامش المساهمة. وخلونا نصلح المبلغ اللي موجود عندنا.
إذن 60,000 تقسيم مثل مرة ما قلنا قبل شوي نسبة هامش المساهمة اللي هو عائد المساهمة على سعر البيع يساوي 300,000 ريال. إذن اللي طلعناها الآن هو عبارة عن حجم مبيعات التعادل بالوحدات وقيمة مبيعات التعادل. طبعا ايش بنستخدم الكلام هذا فيه؟ بنستخدمه في إيجاد نسبة هامش الأمان، لأن أذكركم أن نسبة هامش الأمان تساوي المبيعات التقديرية أو المتوقعة أو الفعلية ناقص مبيعات التعادل اللي احنا طلعناها قبل شوي على المبيعات التقديرية أو الفعلية. وهذا اللي موجود عندي الآن. نبغى نحدد تحديد نسبة هامش الأمان للبديلين، أولا باستخدام الوحدات ما هو بالقيمة، وهو عبارة عن المبيعات المتوقعة بالنسبة للبديل الأول 20,000 وحدة قال هو بيبيع ناقص 15,000 وحدة اللي طلعناها اللي هي مبيعات التعادل على 20,000 وحدة اللي هي المبيعات المتوقعة اللي هي موجودة قلنا في المقام وفي البسط، ضرب 100% بيطلع عندي النسبة 25%. 25% بمعنى أننا نبيع بزيادة قدرها 25% فوق مبيعات التعادل، يعني أنا بعيد عن التعادل بما نسبته 25%، طبعا هذا إلى الأعلى. بالنسبة لهامش الأمان للبديل الثاني، احنا قلنا البديل الثاني بنبيع 21,000 وحدة ناقص مبيعات التعادل، هي متساوية طبعا في البديلين، مبيعات التعادل متساوية في البديلين، تقسيم 21,000 وحدة، 21,000 وحدة ضرب 100% بيعطيني 28.6%. أنا سؤالي الآن ما هو البديل الأفضل؟ البديل الأفضل بالتأكيد هو ما يحقق نسبة هامش أمان أعلى من الآخر، وفي الحالة هذه البديل الثاني يحقق لي نسبة هامش أمان 28.6%، وهو البديل الأفضل في حالتنا. البديل الثاني يحقق وضعا أفضل للمنشأة من البديل الأول، لأن نسبة هامش الأمان للبديل الثاني 28.6%، وهي تزيد عن نسبة هامش الأمان للبديل الأول اللي هي 25%، وهذا يعني زيادة أرباح المنشأة وتعرضها لمخاطر أقل من البديل الثاني. وين المخاطرة تجي فيه؟ تجي لو نزلت مثلا عن 28 أو نزلت عن 25 ووصلت إلى مثلا حدود أقل، إلى 10% إلى 5%، كلما اتجهنا بهذه النسبة إلى الأسفل أصبح هناك مخاطرة أن نصل إلى مبيعات التعادل أو أن ننزل عن مبيعات التعادل إلى واللي يتحقق لنا بعدها مرحلة من الخسائر. استخدام تحليل التعادل في العمليات الرقابية، يستخدم تحليل التعادل في الرقابة على المبيعات الفعلية. نتكلم الآن عن المبيعات الفعلية، هي كقوانين وكمعادلات لن تختلف عن مبيعات التعادل، لكن احنا نستخدمها في العملية هذه الرقابية. ايش معنى؟ بمعنى ان احنا نضع يعني معايير او معيار في البداية، وبعدين لما يكون عندي الأمور الفعلية حدثت نقارن بين هذا المعيار وما حدث بالفعل، وهذا يمثل لي عملية رقابية. إذن يستخدم تحليل التعادل في الرقابة على المبيعات الفعلية من خلال تحديد نسبة هامش الأمان الفعلية ومقارنتها بنسبة هامش الأمان التقديرية للتعرف على مدى التزام التنفيذ الفعلي بالخطة الموضوعة. أقارن بين التنفيذ التقديري أو التنفيذ الفعلي وما تم تقديره مسبقا، ويتم حساب نسبة هامش الأمان الفعلية بنفس الطريقة اللي احنا استخدمناها قبل شوي لما استخرجنا نسبة هامش الأمان المتوقع، وحتى يعني في المعادلة السابقة وضعنا نسبة هامش الأمان تساوي المبيعات التقديرية قلنا أو الفعلية، هي نفس المعادلة، وقلنا كمية وقيمة المبيعات الفعلية ناقص كمية وقيمة مبيعات التعادل على كمية وقيمة المبيعات الفعلية في 100% علشان تطلع بصورة نسبة مئوية. خلونا نوضح الكلام هذا من خلال مثال. بفرض أن حجم التعادل لمنشأة الناصر هو 15,000 وحدة،
معطيني حجم التعادل، وأن كمية المبيعات الفعلية التي تحققت خلال عام 31 بلغت 16500 وحدة، وأن نسبة هامش الأمان المخططة 20%. هذه نسبة هامش الأمان، يعني أنا لما جيت أخطط قلت يجب أن تكون نسبة هامش الأمان عندي 20%. المطلوب حساب نسبة هامش الأمان الفعلي الآن خلال عام 31، تقييم الأداء الفعلي عن عام 31، هل المنشأة في حالة أمان أم في حالة خطر. بنفس الطريقة السابقة نبي نجيب نسبة هامش الأمان، ونسبة هامش الأمان الفعلية عندي عبارة عن كمية المبيعات الفعلية، وكمية المبيعات الفعلية مثل ما أعطاني إياها في السؤال 16500 وحدة، نخصم منها مبيعات التعادل، هذه معطاه أيضا في السؤال للتسهيل، 15000 وحدة تقسيم 16500 وحدة ضرب 100%، نسبة هامش الأمان عندنا في السؤال هذا 9.1%، 9.1%. إيش قال لي هو؟ قال لي يبغى نسبة هامش الأمان تكون 20%، هذا اللي هو خطط له، لكن لما نفذ فعلا وصل إلى نسبة هامش أمان 9.1، وهي أقل من هامش الأمان التقديري، معناه هناك خلل، معناه هناك خلل. وهذا المقصود بالعملية الرقابية، أنك تراقب على العمليات من خلال أدائك الفعلي، تقيم أدائك من خلال أدائك الفعلي. يلاحظ أن نسبة هامش الأمان الفعلي إذن 9.1، وهي أقل من نسبة هامش الأمان المخططة والبالغة 20%. إذن هل نحن في خطر؟ بالتأكيد نحن في خطر. انخفاض نسبة هامش الأمان الفعلية عن نسبة هامش الأمان التقديرية يعني أن الأرباح الفعلية المحققة خلال عام 31 أقل من الأرباح اللي احنا قدرناها، يعني ما حققناه من أرباح بشكل فعلي بالتأكيد أقل من اللي خططنا له في بداية العام. إلا أن المنشأة ما زالت في حالة أمان، ايش معناه في حالة أمان؟ أنها يعني لا تحقق خسائر، لا زالت تحقق بعض الأرباح، لا زالت تحقق بعض الأرباح، لا زالت في حالة أمان، حيث أن مبيعاتها الفعلية تزيد عن مبيعات التعادل. طبعا هذا مهم أنك تزيد، لكن أيضا مهم أن يكون عندك هامش أمان عالي شوي حتى تبتعد عن مبيعات التعادل وتبتعد عن إشكالية وصولك إلى حالة الخسائر. وهذا يعني أن المنشأة ما زالت تحقق أرباح ولكنها تقترب، وهذا المهم، من حالة الخطر نتيجة لانخفاض نسبة هامش الأمان الفعلية عن نسبة هامش الأمان التقديرية. لذلك ما في شك أن الإدارة يجب أن يعني تتقصى عن أسباب انخفاض نسبة هامش الأمان. لماذا انخفضت هذه النسبة؟ هل هناك إشكالية في أداء العاملين مثلا؟ هل هناك إشكالية في التخطيط نفسه؟ كل هذه الأمور يجب أن تبحثها الإدارة علشان تعالج هذه المشكلة وتتخذ القرار المناسب وتصحح ما هو موجود. خلصنا من هامش الأمان، وإن شاء الله تكونون يعني استوعبتوا هامش الأمان ونسبة هامش الأمان وأهمية في الحقيقة وجود هذه يعني الأداة في عمليات التخطيط والرقابة. بشوف الآن مبيعات التعادل في حالة تعدد المنتجات. احنا كل الكلام اللي ذكرناه في المحاضرة اليوم او المحاضرة السابقة كنا نتكلم عن منشآت وفيها منتج واحد. طيب لو كان عندي اكثر من منتج، منتجين، ثلاثة، اربعة، شلون نحسب قيمة التعادل لهذه المنتجات كلها؟ طبعا العملية هذه بتاخذ منا بعض المعادلات، هذا رقم واحد، وبعض الآليات اللي راح نتبعها حتى نصل الى مبيعات التعادل لما يطلق عليه المزيج البيعي، بمعنى أن عندي هناك مزيج الآن من المنتجات، عندي مزيج بيعي من منتجات مختلفة. في حالة تعدد المنتجات التي تقوم المنشأة بإنتاجها وبيعها، سواء كانت منشأة صناعية أو شرائها وبيعها، طبعا منشأة تجارية، يتم تحديد مبيعات التعادل طبقا للخطوات التالية. فيه خطوات احنا بناخذها، بعض الخطوات هذه احنا اخذناها في السابق، لكن بعض الخطوات بتكون جديدة علينا. ليش؟ لان احنا بنحسب بعض القضايا الخاصة بالمزج البيعي او ما يطلق عليه المزيج البيعي.
أولا تحديد نسبة المزيج البيعي أو نسبة الخلطة البيعية لكل منتج، يعني ما هو المزيج الخاص بكل منتج، يعني كل منتج شي يشكل لي من قيمة المبيعات، هل هو يشكل مثلا نسبة 10% 20% 30% لكل منتج من هذه المنتجات، وش المنتج اللي أبيعه بشكل أعلى، وش المنتج اللي أبيعه بشكل أقل. إذن نسبة كل منتج في مزيجي البيعي الكامل. طبعا نسبة المزيج البيعي إذا بغينا نطلعها لكل منتج على حدة هي عبارة عن كمية وقيمة مبيعات المنتج المعين، يعني كم احنا نبيع من هذا المنتج بنقسمه على وشه، بالتأكيد على إجمالي أو على مجموع كمية وقيمة المبيعات لجميع المنتجات بالمزيج. إذن هذا نسبة المزيج، بناخذ كمية أو قيمة مبيعات المنتج، افرض عندي منتج ألف وباء وجيم ودال، أباخذ مثلا كمية وقيمة مبيعات المنتج ألف في البداية، أبقسمه على كمية مبيعات كل المنتجات علشان نشوف نسبة هذا المنتج لوحده، وبنطبق الكلام هذا مع كل منتج من المنتجات الباء وجيم ودال وها، ضرب طبعا 100%. إذن هذه هي الخطوة الأولى، وأحتاج منكم أنكم تركزون وتعيدون الشرائح مرة واثنين وثلاثة حتى تستوعبون هذه الفكرة، لأنها طويلة ويعني فيها بعض المعادلات الجديدة. اثنين، تحديد نسبة عائد المساهمة للوحدة، وهذا مر علي أو مر علينا، إلى سعر بيع الوحدة لكل منتج كما يلي. مرة ثانية، عائد المساهمة ما هو؟ هو عبارة عن سعر البيع ناقص التكلفة المتغيرة. نسبة عائد المساهمة شو يساوي؟ هو عبارة عن عائد المساهمة اللي طلعناه تقسيم سعر بيع الوحدة. إذا نسبة عائد المساهمة للوحدة إلى سعر بيع الوحدة هو عبارة عن سعر بيع الوحدة ناقص التكلفة المتغيرة، اللي هو شو اسمه؟ اسمه عائد المساهمة. أنا أحب أذكركم بهذا كل مرة وما في مشكلة، على سعر بيع الوحدة. إذا طلعنا أولا نسبة المزيج البيعي، وبعدين طلعنا نسبة عائد المساهمة، بنمسك النسبتين هذولا نضربهم في بعض. هذه الخطوة رقم ثلاثة، جمع حاصل ضرب نسبة المزيج البيعي. حاصل ضرب يعني احنا بنضرب المزيج البيعي أو نسبة المزيج البيعي في نسبة العائد، لما نضربهم مع بعض ناخذ كل حواصل الضرب ونجمعهم مع بعض. جمع حاصل ضرب نسبة المزيج البيعي في نسبة عائد المساهمة إلى سعر البيع لكل منتج، بيطلع عندي نسبة خاصة بكل المنتجات. هذا رقم ثلاثة. رقم أربعة، تحديد قيمة مبيعات التعادل الكلية للمنتجات. بعد العمليتين هذولا بطلع قيمة مبيعات التعادل الكلية للمنتجات اللي نسميها التشكيلة البيعية كما يلي. قيمة مبيعات التعادل الكلية هي عبارة عن التكاليف الثابتة، وهذا قانون بيختلف عن القوانين السابقة فيما يتعلق بمبيعات التعادل، لكنها كلية. كلية ايش معناها؟ لمزيج بيعي. هو عبارة عن التكاليف الثابتة على مجموع حاصل ضرب نسبة المزيج البيعي اللي احنا طلعناها قبل شوي إذا تتذكرون في الفقرة ثلاثة، ضرب نسبة عائد المساهمة إلى سعر البيع لكل منتج. اللي موجود هذا مجموع حاصل ضرب نسبة المزيج البيعي في نسبة عائد المساهمة هو الفقرة أو هو حاصل أو مجموع الفقرة رقم ثلاثة. إذن هذا رقم أربعة، سوينا طلعنا كمية أو قيمة مبيعات التعادل الكلية. قيمة القانون هذا لا يستخرج لي إلا قيمة المبيعات بالريال، لا يستخرج حجم التعادل بالوحدات، يعني هذا هو الوحيد الذي لا نستطيع إلا أن نستخرج قيمته فقط وليس عدد وحداته. لكن هل أستطيع أني أستخرج عدد الوحدات؟ نعم، بعد ما أطلع القيمة نقدر نطلع الوحدات من خلال قسمتها على سعر البيع. رقم خمسة، حساب قيمة مبيعات التعادل لكل منتج من منتجات التشكيلة البيعية كما يلي. إذن أنا طلعت الآن قيمة مبيعات التعادل الكلية لكل المنتجات، بعد الخطوة هذه أستطيع أني أستخرج قيمة مبيعات التعادل لكل منتج داخل التشكيلة. بطلع مبيعات تعادل الألف الحالة وباء الحالة وجيم الحالة ودال الحالة من خلال وشو؟ من خلال ضرب قيمة مبيعات تعادل الكلية للمزيج اللي احنا استخرجناها في رقم أربعة،
نضربها في نسبة المزيج البيعي للمنتج نفسه، ونسبة المزيج البيعي احنا طلعناها في رقم 1. إذن هذا رقم 5 6. لو بغيت أطلع كمية مبيعات التعادل للمنتج نفسه بالوحدات، هو عبارة عن قيمة مبيعات التعادل للمنتج، القيمة على سعر بيع الوحدة من المنتج، وهذه يعني نستطيع نستخرجها في كل الحالات. إذن هي 6 خطوات لو بغينا نصل إلى مبيعات التعادل لمنتج داخل مزيج بيعي. خلونا نشوف مثال علشان نوضح الكلام اللي احنا قلناه في الخطوات 6. معطيني مثال يقول: تقوم شركة الماجد بإنتاج وبيع 3 منتجات ألف وباء وجيم، وفيما يلي البيانات المتعلقة بكمية المبيعات وسعر بيع الوحدة والتكلفة المتغيرة للوحدة لكل منتج من المنتجات 3. معطيني المنتج ألف وباء وجيم وكمية المبيعات للوحدة لكل منتج 12000 وحدة لألف، باء 6000 وحدة، جيم 2000 وحدة. أعطاني سعر بيع الوحدة بالريال لكل منتج، وأعطاني التكلفة المتغيرة للوحدة لكل منتج. أنا ودي كل واحد يجهز الآلة الحاسبة معاه علشان يتابع معانا. فإذا علمت أن التكاليف الثابتة للشركة تبلغ 39000 ريال في السنة، المطلوب تحديد قيمة مبيعات التعادل الكلية للمزيج. 2. تحديد قيمة مبيعات التعادل لكل منتج. 3. تحديد كمية مبيعات التعادل لكل منتج، يعني نبغى قيمة مبيعات التعادل لكل منتج بالريال، وبعدين نبغى تحديد كمية مبيعات التعادل اللي هي بالوحدات. خلونا نشوف شلون نحله. مثل ما قلت، جهزوا الآلة الحاسبة. الحل، الخطوة الأولى اللي احنا تكلمنا عنها، تحديد قيمة مبيعات التعادل الكلية للمزيج، يتم إعداد الجدول التالي. أولا نبغى نستخرج نسبة المزيج البيعي، اللي هي الخطوة الأولى. شو اللي قلنا؟ اللي هي مبيعات المنتج نقسمها على إجمالي المبيعات الخاصة بالمنتجات كلها. فلاحظ معي أن إجمالي المبيعات هو عبارة عن 20000، اللي هي 12000 زائد 6 18 زائد 2000 اللي هي 20000. طيب ما هي نسبة المنتج ألف من هذا المزيج المتكون من 20000 وحدة؟ نسبته هو عبارة عن 12000 تقسيم 20000، وطلع عندي 60%. إذن 12000 وهي تشكل النسبة الأعلى. لاحظ 12 وهنا 6 وهنا 2000، بالتأكيد أعلى نسبة في المزيج هي بالنسبة للمنتج ألف، اللي هي 12000 تقسيم الإجمالي 20000 بيطلع عندي 60%. المنتج باء هو عبارة عن 6000 أبغى أقسمها على 20000 ويطلع عندي 30%، هذا نسبته. المنتج الثالث اللي هو 2000 أبغى أقسمها على 20000 وبيطلع عندي النسبة 10%. لاحظ أن النسب هذه لابد أن تكون 100% لأنها تشكل لي المزيج بالكامل. بمعنى أن 60% من مبيعاتي الألف، 30% لباء، و10% لجيم. هذا نسبة المزيج البيعي، وهو الخطوة الأولى في الحل الخاص فينا. عائد المساهمة، عائد المساهمة هو عبارة عن سعر البيع ناقص التكلفة المتغيرة. لاحظ معي الأول 5، منين جبنا 5؟ أرجع للسؤال، 5 هو عبارة عن 20 ناقص 15، هذا عائد المساهمة. الثاني 30 ناقص 24، الأخير 16 ناقص 8. 16 ناقص 8 عشان تلاحظون معي هو 8 بالنسبة للجيم. خلنا نشوف، نعم 8 وهنا 6. إذن هذا هو عائد المساهمة، 5 و6 و8 لكل منتج. هل أنا أحتاج لعائد المساهمة؟ لا، أنا أحتاج لنسبة عائد المساهمة، نسبة عائد المساهمة. لكن لا أستطيع استخراج نسبة عائد المساهمة إلا بعد استخراج عائد المساهمة. نسبة عائد المساهمة شو تساوي؟ هو عبارة عن عائد المساهمة تقسيم سعر البيع. بالنسبة لسعر البيع
للبديل الأول لاحظ معي عاد المساهمة 5 أقسمها على 20 5 تقسيم هذه 20 يفترض تعطيني 25%. الثاني بنقسم على سعر البيع اللي هو 30 6 تقسيم 30. الأخير 8 تقسيم احنا أخذناه 8 تقسيم 16. إذا قسمنا عائد المساهمة على أسعار البيع وصلنا إلى نسبة العائد إلى سعر البيع أو نسبة العائد فقط. إذا الآن عندي مثل ما تلاحظون نسبة العائد وعندي نسبة المزيج، نضربهم في بعض نصل إلى ما يطلق عليه نسبة المزيج ضرب نسبة العائد. هذا الخطوة تقريبا اللي أخذناها رقم الظاهر 3 أو 4. إذا بنضرب الآن 60% نسبة المزيج ضرب 25% بيعطيني 15%. هذا نسبة المزيج مع نسبة العائد بالنسبة للبديل الأول. الثاني 30% ضرب 20% بيعطيني 6%. الأخير 10% في 50% بيعطيني 5%. في الأخير وهذا المهم عندي بنخرج بإجمالي هذه النسب بعد ضربها وبيطلع عندي 26%. هذا الإجمالي هو الذي سوف يستخدم في إيجاد قيمة مبيعات التعادل. تذكروا الإجمالي هذا اللي هو 26% هو اللي راح يستخدم. إذن الجدول اللي موضوع أمامك هذا مهمته أنه يطلع لي حاصل جمع نسبة المزيج ضرب نسبة العائد اللي وصلناها إلى 26%. من الجدول السابق طبعا يلاحظ هذا يعني شرح لما كان موجود في السابق خصوصا بالنسبة لتحديد المزيج اللي هو العمود الأول شلون طلعنا المزيج هذا اللي طلعناه. لكن اللي يهمني الآن بناء على ما تقدم يهمني قيمة مبيعات التعادل الكلية اللي هي التكلفة الثابتة قسمناها على الجمع نسبة المزيج ضرب نسبة العائد اللي هي 26% قلناها قبل شوي، قسمنا الاثنين على بعض ظهر عندي 150,000 ريال هي قيمة مبيعات التعادل. لمن؟ قيمة مبيعات التعادل الكلية، الكلية طبعا للمنتجات ألف وباء وجيم، يعني لما نبيع من هذه المنتجات نقطة التعادل حقها يفترض 150,000 ريال. خلونا نشوف الآن احنا طلعنا الكلية نشوف كم قيمة مبيعات التعادل لكل منتج من هذه المنتجات. شلون نطلع كل منتج؟ هو عبارة عن قيمة مبيعات التعادل اللي احنا استخرجناها إذا تتذكرون 150,000 نبي نضربها في نسبة المزيج. احنا قلنا المنتج الأول كانت نسبته أعلى، ليش؟ لأنه كان يبيع 12,000 وحدة فهو نسبة 60%. إذن 60% لما نضربها في 150,000 بيعطيني 90,000 ريال، يعني قيمة مبيعات التعادل بالنسبة للمنتج الأول 90,000 ريال. الثاني نضرب في 30% بيظهر عندنا 45,000. الثالث 150% ضرب 10% 15,000. لو جمعنا 90 مع 45 مع 15 يفترض أنها تساوي 150,000 ريال اللي هي إجمالي مبيعات التعادل لهذه المنتجات. يعني كأني وزعت 150 على المنتجات حسب وشو؟ حسب نسبة المزيج لكل منتج من هذه المنتجات. إذا هذا هو عبارة عن مبيعات التعادل بالريال لكل منتج. هو طالب مني أخيرا مبيعات التعادل أو كمية مبيعات التعادل بالوحدات. شلون نطلعها؟ لاحظوا وياي بالنسبة لقيمة مبيعات التعادل بالنسبة للمنتج الأول 90,000 ريال، خلونا نحولها إلى وحدات. نقسم على 90,000 على سعر البيع 20 ريال بيطلع عندي بالوحدات 4,500 ريال. نقسم كمية مبيعات التعادل بالنسبة للمنتج باء 45,000 على سعر البيع 30 بيظهر عندي 1,500 وحدة. أخيرا 15,000 اللي هي قيمة
مبيعات المنتج جيم تقسيم سعر البيع بيكون عندي 937.5 وحدة، وهذا المطلوب الأخير بالنسبة لسؤالنا المتعلق بالمزيج البيعي. إذن اليوم اللي احنا أخذناه كان تمحور حول هامش الأمان ونسبة هامش الأمان، وعرفنا شلون نحدد نسبة هامش الأمان ونشوف وش البدائل الأفضل، ونشوف إذا كان هناك نسبة هامش أمان مخططة هل وصلنا لهذه النسبة أو لم نصل. الموضوع الثاني المزيج البيعي وتحديد قيمة التعادل في حالة تعدد المنتجات. خلونا نشوف الأسئلة اللي عندنا اللي هي تتمحور حول المحاضرة اللي ذكرناها. السؤال الأول يقول: تقوم إحدى المنشآت الصناعية بإنتاج وبيع المنتج سين، يعني ما عندها إلا منتج واحد، وفيما يلي البيانات المتعلقة بالإنتاج والمبيعات خلال فترة معينة، معطيني الطاقة المتاحة للإنتاج والمبيعات 2000 وحدة. هذه هي طاقة متاحة، طاقة المتاحة والطاقة القصوى خلنا نقول. وبعدين سعر بيع الوحدة 140 ريال والتكلفة المتغيرة للوحدة 100 ريال، أعطاني التكاليف الثابتة الكلية 40,000 ريال، كمية الإنتاج والمبيعات الفعلية 1600 وحدة. باستخدام البيانات السابقة اختار الإجابة الصحيحة للأسئلة 1 و2 و3. قبل ما نروح للأسئلة أنا يعني عندي تعليق على كمية الإنتاج والمبيعات الفعلية اللي هي 1600 وحدة، هي المبيعات التي نتعامل معها، يعني لا نتعامل مع الطاقة المتاحة لأن هذه طاقة متاحة، لكن ما هو شرط أنك تصل لهذه الطاقة، يعني ممكن تبيع أقل، طبعا ما ممكن أنك تبيع أكثر من طاقتك بالتأكيد. يعني الطاقة القصوى عندنا أو المتاحة 2000، فهو الآن ينتج عند 1600، فمعناه في طاقة معطلة تقريبا 400. ما هو هذا موضوعنا، موضوعنا الأساسي أني أنا إذا جيت أتكلم عن مبيعات تعادل أو إلى آخره أو هامش أمان، فأنا أتكلم عن 1600 وحدة اللي أنا أنتجها بشكل فعلي. طالب مني: كم يبلغ حجم مبيعات التعادل من المنتج سين؟ حجم مبيعات التعادل يعني يبغى مبيعات التعادل بالريال. مبيعات التعادل بالريال هو عبارة عن التكلفة الثابتة، وين التكلفة الثابتة اللي هي 40,000 على عائد المساهمة لو بغينا بالوحدات على العائد، لو بغينا بالقيمة على نسبة العائد، على عائد المساهمة اللي هو 140 سعر البيع ناقص 100 اللي هي 40 ريال، 140 ناقص 100، فهذه يفترض أنها تعطيني 4000 على 4000 وحدة، هذا النتيجة حقتنا. خلونا نشوف 1000 وحدة، نعم هي في الفقرة ألف، منين جاتني؟ هي عبارة عن 40,000 ريال تقسيم 40 ريال اللي هو عائد المساهمة. المطلوب الثاني: كم يبلغ هامش الأمان بالكمية؟ هامش الأمان وليس نسبة هامش الأمان، هامش الأمان بالكمية هو عبارة عن المبيعات الفعلية ناقص مبيعات التعادل. مبيعات الفعلية عندي في السؤال 1600 وحدة، نبغى نشيل منها ناقص مبيعات التعادل اللي طلعناها قبل شوي 1000 وحدة، النتيجة 600 وحدة، هذا هامش الأمان، النتيجة هي الفقرة C، هذا هامش الأمان. لو طلب مني نسبة هامش الأمان الآن، نسبة هامش الأمان هو عبارة عن هامش الأمان اللي احنا طلعناه، أو خلونا نسوي المعادلة مباشرة، المبيعات الفعلية 1600 ناقص مبيعات التعادل 1000 على المبيعات الفعلية 1600 ضرب طبعا 100%، والنسبة هذه لو حسبناها راح بتكون عندنا في السؤال، واحسبوا من عندكم 37.5%، هذه هي نسبة هامش الأمان. خلونا نشوف السؤال اللي بعده واللي تعلق بمنتجين لأحد الشركات الصناعية، المنتج ألف وباء، أعطاني سعر البيع للوحدة وأعطاني التكلفة المتغيرة للوحدة، وقال بلغت التكلفة الثابتة الإجمالية 390,000 ريال، كما بلغت نسبة المزيج البيعي للمنتجين السابقين على التوالي 60% و40%، بمعنى أن نسبة المزيج البيعي
أعطاني إياها مباشرة. أنا في السؤال السابق أنا اللي احتسبتها إذا تتذكرون، بالنسبة للألف كان 12,000 تقسيم 20,000، والثاني 6,000 تقسيم 20,000، والثالث 2,000 تقسيم 20,000. أنا في السؤال هذا أعطاني إياها مباشرة 60% و40%، 60% الألف و40% لباء، هذا نسبة المزيج البيعي. بناء على ذلك أجب عن السؤالين 4 و5 التاليين. 4 و5، 4 يقول كم تبلغ قيمة مبيعات التعادل للمزيج كله، يبي قيمة التعادل للمزيج كله، وبعدين يبي حجم مبيعات التعادل للمنتج ألف فقط. أنا الحل في السؤال هذا وضحته من خلال التوضيح التالي: معطيني المنتجات، أولا سعر البيع والتكلفة المتغيرة، وبعدين نسبة عائد المساهمة. نسبة عائد المساهمة شلون طلعناه؟ هو عبارة عن عائد المساهمة على سعر البيع. مرة ثانية أنا أذكر بالعملية هذا، كم عائد المساهمة بالنسبة للألف؟ هو عبارة عن 120 ناقص 90 30. كم نسبة العائد؟ 30 تقسيم 120 بيطلع 25%. مرة ثانية، عائد المساهمة 120 ناقص 90 بيطلع 30. نسبة العائد هو عبارة عن 30 تقسيم سعر البيع 120 بيطلع 25%. الثاني عائد المساهمة بيطلع 500 ناقص 200 300 أبقسمها على 500 بيطلع 60%. إذن هذا نسبة عائد المساهمة. استخرجنا نسبة العائد، نسبة المزيج هو أعطاني إياها قبل شوي 60% و40%. إذن عندي الآن نسبة العائد ونسبة المزيج اللي قلنا قبل، نضربهم في بعض حتى نحصل على حاصل الضرب اللي هو 25% ضرب 60% 15، و60% ضرب 40% 24. إذن الإجمالي وهو اللي يهمني في السؤال، إجمالي حاصل الضرب هو عبارة عن 39%. لو بغينا الآن نطلع قيمة مبيعات التعادل، هي عبارة عن التكلفة الثابتة تقسيم حاصل جمع نسبة المزيج في نسبة العائد. التكلفة الثابتة 390,000 أبقسمها على 39% اللي احنا استخرجناها، بيطلع عندي 1,000,000 ريال هي قيمة مبيعات التعادل للمزيج المكون من ألف وباء. يعني يجب أن أبيع ما قيمته 1,000,000 ريال من ألف وباء حتى أصل إلى التعادل. طيب لو بغينا نشوف قيمة مبيعات التعادل للمنتج ألف الحالة، ألف الحالة أباخذ 1,000,000 أبضربها في نسبة المزيج. إذا تتذكرون نسبة المزيج الألف كم؟ 60%. أبضربها في 60% بيطلع عندي 600,000 ريال. يعني يجب أن أبيع من ألف ما قيمته 600,000. بالتأكيد باء كم ببيع؟ 1,000,000 ضرب 40% لو بغينا نطلع لباء بيطلع 400,000. بمعنى أن المبيعات 1,000,000 هذه هي عبارة هي مكونة من 600,000 ريال من المنتج ألف و400,000 ريال من المنتج باء. خلونا نشوف هل إجابتنا هذه موجودة بالنسبة للمنتج ألف. بالنسبة لقيمة مبيعات التعادل للمزيج هي فقرة دال اللي هي 1,000,000 ريال، وهذا اللي استخرجناها قيمة مبيعات التعادل. هو طالب مني في الثاني حجم مبيعات التعادل، لاحظ معي حجم، يعني يبغاه بالوحدات. أنا طلعت ألف بالريال، شلون أطلعها بالوحدات؟ أبقسم الريالات هذه 600,000 على سعر بيع منه، سعر بيع ألف اللي هو 120 ريال. إذن 600,000 تقسيم 120 ريال يبي يظهر عندي 5,000 وحدة. إذن يجب أن أبيع 5,000 وحدة من المنتج ألف حتى أصل إلى نقطة التعادل. 5,000 هذه موجودة، موجودة في فقرة C، وهذا الإجابة الصحيحة. إن شاء الله تكونوا استوعبتوا محاضرتنا اليوم المكونة من هامش الأمان والمبيعات في ظل وجود مزيج بيعي، ونلتقيكم إن شاء الله في محاضرتنا الأخيرة واللي هي راح تكون مراجعة نهائية قبل الاختبار النهائي. شكرا لاستماعكم، وإن شاء الله نتمنى للجميع التوفيق وإحنا قربنا من الاختبار النهائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.